بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنشرح على Evaluation and Management of Bradycardia. زي ما احنا عارفين إنه الأس إي نود بيتغذى بنسبة 55% من الرايت كورونري أرتري، 35% من السيركمفليكس أرتري، و10% ديوال من الآر سي إي أند الآل سي إكس. ايضا الاي في نود بتغذى بنسبة 80% من الـ RCA، 10% من الـ LCX، و10% من الـ RCA. بشكل عام الاسباب اللي بتؤدي لحدوث البراديكارديا هما سببين رئيسيين، يا اما الساينس نود ديسفانكشن او الاي في بلوك. يعني بشكل عام يا اما الامبلس فورميشن بكون في عنا ديزيز، يا اما الامبلس كوندكشن بكون عنا ديزيز. الامبلس فورميشن اللي بيتحكم فيه عنا هان اللي هو الاس اي نود، والامبلس كوندكشن اللي بيتحكم فيه اللي هو بيبلوك. الاسباب اللي بتؤدي لاعتلال ضربات القلب وهبوط ضربات القلب كما اسلفنا سببين رئيسيين. السبب الاول اللي هو سيكس ساينس سيندروم او ساينس نود. الساينس نود ديسفانكشن ممكن نقسمه لأربع أسباب رئيسية. واحد اللي هي الساينس براديكارديا، في الحالة هذه كل بي ويف بكون يجي وراها كيو آر إس، فقط الهارت ريت بكون عندي أقل من 60 بيتس لكل مينت. الساينس أرست بكون عندي أكثر من ثلاث ثواني ما فيش فيهم أني إلكتريكال أكتيفيتي، وهلقيت هنشوفها بشكل موضح في الاي سي جي القادم. الساينو اتريال اكزايت بلوك انه يكون في عندي بلوك بيؤدي لعدم ظهور البي ويف في الاي سي جي. البراديكارديا تاكيكارديا سيندروم انه بكون عندي في نفس الوقت في عندي براديكارديا وتاكيكارديا، يعني في نفس الوقت بكون عندي تباطؤ شديد في ضربات القلب وصل ل 30 ولا 40، وفي نفس الوقت خلال ثواني معدوده بصير عندي تاكيكارديا وبرتفع ضربات القلب ل 150 او 160. من اهم اسباب البراديكارديا انه في يكون عندي انترنسيك كوزز زي الايديوباتيك ديجنريشن، وهي تقريبا اهم سبب واكثر سبب ممكن يؤدي لحدوث او تواجد البراديكارديا بشكل عام. الانفاركشن والاسكيميا، الانفلتراتيف ديزيز السركودوزز والاميلودوزز، كل هذه الأسباب ممكن تؤدي لحدوث البراديكارديا. الأسباب الخارجية اللي هي الإكسنتريك كوزز من أهم أسبابها اللي هو الدراجز، اللي هو زي البيتا بلوكرز، الكالسيوم شانل بلوكر، الكلونيدين، الدايجوكسين، أيضا الهايبو تيرويديزم ممكن يؤدي، والهايبركاليميا يؤدي لحدوث البراديكارديا. خلينا نشوف أول مثال من الأربع أسباب اللي حكيناهم اللي هي عبارة عن ساينس براديكارديا. ساينس براديكارديا زي ما اسلفنا كل بي ويف بيجي وراها كيو ار اس تي كومبلكس، اللهم في عندي الهارت ريت بكون عندي اقل من 60 بيتس لكل مينت. زي ما احنا شايفين عندي في المربع هذا تقريبا لما بنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 تقريبا عندي، يعني الهارت ريت حوالي 30 بيتس لكل مينت. السبب الثاني ساينس ارست، وهذه زي ما حكينا انه يكون في عندي اكثر من 3 سكند فيش عندي اني الكتريكال اكتيفيتي. زي ما احنا ملاحظين اكثر من 3 سكند بكونش في عندي اني الكتريكال اكتيفيتي، وبصراحه هذا بنشوفه بشكل واضح في حاله الهولتر. يعني لما نعمل هولتر مونيتنج لمده 24 ساعه و 48 ساعه اي سي جي، نتيجه مريض بيعاني من ريكورنت سينكوبال اتاك بغيب او بصير عند ديزنس لفترات معينه من الزمن، لما نعمل له اي سي جي بنلاقي اكثر من 30 مربع كبير ما فيش فيهم اني الكتريكال اكتيفيتي. السبب الثالث اللي هو سينو اتريال بلوك، وهذا بيقسموه ل فيرست ديجري وسكند ديجري وثيرد ديجري. الحاجه الوحيده اللي ممكن نشخصها في السينو اتريال بلوك من خلال الاي سي جي هو السكند ديجري اس اي نود. الباقيين بيحتاجوا لدراسة كهربية للقلب حتى يتم تشخيصه. زي ما احنا شايفين في المثال انه بكون في عندي بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي، وفجأة في بي ويف لازم تطلع ما بتطلعش، بصير عندي بلوك
والمسافة هذه اللي ما طلعتش فيها بي ويف بعد التي مباشرة بتكون ضعف المسافة اللي قبليها. وهذا المثال بيوضح لي بشكل جيد انه هاي بي ويف اجى وراها كيو ار اس، بعدها بي جي ويف اجى بي وراها كيو ار اس، بعدها اجى بي ويف اجى وراها كيو ار اس، بعدها كان لازم يطلع بي ويف عندي ما طلعتش بي ويف، وبالتالي صار المسافة هذه اكثر من ضعف المسافة التي قبل. البراديكارديا تاكيكارديا قلنا بصير عندي في نفس الاي سي جي مونيتورينج، بتلاقي المريض فجأة بصير عنده ضربات القلب بتوصل 30 40 وفجأة تتصارع بتوصل 150 100 نفس الوقت. اكيوت تريتمنت للمرضى هذول طبيعي العلاجات اللي متاح لنا اكثر شيء اللي هو الاتروبين زي ما احنا عارفين، بنعطي 0.04 ملي جرام لكل جرام او ماكسيمم 3 ملي جرام. ممكن نركب تمبراري بيس ميكر بطاريه مؤقته تنزرع من خلال التشست او من خلال الترانس فينس من عن طريق السبكلافيان فين، او نعطي العلاجات الاخرى المتوفره لدينا زي الازوبروترانول 1 ميكروغرام لكل كيلوغرام لكل منت، او الدوبامين من 2 ل 10 ميكروغرام لكل كيلوغرام لكل منت، او الادرينالين من 2 ل 10 ميكروغرام لكل منت. بشكل عام اي مريض بيعاني من انه يكون ضربات القلب اقل من 40 بغض النظر ايش كان سببها، وفي عندي سيمتومز يعني بيعاني من هبوط في ضربات القلب مع هايبوتنشن وديزنس او فيرتايجو بيحتاج لبطارية دائمة او منظم ضربات قلب دائم. من ضمن السيلكتيف انتاجونيست للناس اللي بياخدوا هاي دوزج بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر هو عبارة عن الجلوكاجون 3 ملي جرام لكل كيلو جرام 3 ملي جرام بلس، وبعديها بنعطي 3 ملي جرام لكل ساعة إذا احتجت. السبب الثاني للبرابيكارديا هو الأتروفنتكولار بلوك. الأتروفنتكولار بلوك في عندنا الفيرست ديجري والسكند ديجري والثيرد ديجري، والسكند ديجري بيتم تقسيمه لسكند ديجري تايب 1 وسكند ديجري تايب 2. أيضا من ضمن الإيتيولوجي نفس الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الأس إن تو بلوك، إما يكون انترنسيك أو إكزنتريكس او اكزنتريك. الاسباب اللي بتكون عندنا انترنسنك اللي هي اهم شيء الايديوباتيك فايبروزيس يعني التليف او التصلب اللي بيحدث على الاس اي نوت والاي نوت. من ضمن الاسباب الخارجيه زي الاوفر دوز للكالسيوم شانل بلوكر او البيتا بلوكر او الدايجوكسين. الفيرست ديجري اي بلوك بكون عندي كل بي ويف بيجي وراها كيو ار اس تي كومبلكس، اللهم في بكون عندي البي ار اكثر من 5 مربعات صغار يعني اكثر من 200 ملي سكند. زي ما احنا عارفين في الوضع الطبيعي البي ار بتساوي 120 ل 200 ملي سكند، يعني بيكون من 3 مربعات صغار ل 5 مربعات صغار. اذا صار عندي اكثر من 5 مربعات صغار معناته هذا عندي فيرست ديجري اي في بلوك. السكند ديجري قلنا بنقسمه لتو تايب، سكند ديجري تايب 1 وسكند ديجري تايب 2. سكند ديجري تايب 1 بنقول عنه موبيتس تايب 1 او وينكاباي بلوك، وبكون عندي فيه بي ار برولانجيشن، بصير عندي بي ار برولانجيشن وبعديها بتيجي بي ويف دروب، يعني بيجي بي ويف بيجيش وراها كيو ار اس كومبلكس. يعني في البدايه بتكون عندي البي ار قصيره بتبدا تطول، البي ار تكون عندي اقل من 200 ملي سكند، بعدها بتصير اكثر من 200 ملي سكند، بعدها حوالي 300 ملي سكند، وبعدها فجاه بتيجي بي ويف ما بيجيش وراها كيو ار اس كومبلكس. هذه بنقول عنها سكند ديجري تايب 1 او موبيتس 1 او وينكابا بلوك. اخر شغله قبل ما احكي الامثله، في عندنا كومبليت اي في بلوك. الكومبليت اي في بلوك بكون عندي complete dissociation between الاتريوم والفنتريك، يعني ما فيش علاقة بين الايدين والبطين. البي ويف لحالها منتظمة والكيو لحالها منتظمة، ولكن فيش علاقة بين البي ويف والكيو ار اس كومبلكس. هذه امثلة على انواع complete epiblock او second degree epiblock 1 او 2.